فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعض طلبة العلم يقول لا بأس بموافقة الكفار بالسجود لأصنامهم لأجل أمر من أمور التجارة مع الإيمان بالقلب أن هذا باطل، فهل قوله العافية؟ نسأل الله العافية. لا تجوز موافقة الكفار بما هو أدنى من ذلك، فكيف بالسجود للصنم أو السجود للصليب أو السجود؟ ما يقول هذا أحد عنده إيمان. نعم.